يتواجد في مركز الجناح والكرة خطيرة داخل منطقة الجزاء بالشباك. نعم فعلها الزعيم، فعلها، سجل الزعيم أولا. الكرة وصلت لي محمد أحمد لكن بدون أنانية، بدون أنانية وضعها لي إسماعيل، وإسماعيل سجل أولا. إسماعيل هو اللي يسجل. لحظة هذه الكرة ولحظة التمريرة وصلت ممتازة من بندر لمحمد أحمد، ومحمد أحمد لا بيرك هو اللي يسجل، بيرك اللي يسجل لمصلحة الزعيم، والزعيم يتقدم بأول الأهداف. الزعيم يعلن كلمته الأولى في شوط المباراة الأول في الدقائق الأولى. الزعيم يتفوق على الذئاب، هدف أول يسجله اللاعب